اهلا بيكم في حلقه جديده وفي فيديو جديد. معانا عربيه بي ام دبليو، وزي ما واضح قدام حضراتكم ان لمبه الارباج منوره في العداد. طبعا اللمبه نورت فجاه بدون سابق انذار، ومحدش عمل اي حاجه في ارباجات السياره. التعامل في السيارات البي ام دبليو مع لمبات الارباج لازم بجهاز كشف الاعطال. زي ما واضح قدام حضراتكم طلع لنا عطل سيفتي باتري تيرمينال، او الاسم الدارج والمعروف بين الصناعية هو مفجر البطارية. مكان مفجر البطارية وايه اللي حصل علشان لمبة الارباج تنور وايه علاقتها بموضوع البطارية، كل ده هنشوفه دلوقتي ونفهمه ونحل المشكلة باسهل الطرق. مفجر البطارية هي القطعة الحمراء او اللوحة الحمراء اللي راكبة على البطارية، بيكون في السلك الاسود ده، في فيشة بتركب على كابل الموجب، هي دي فيشة مفجر البطارية او السيفتي تيرمينال، هو دي القطعة. طبعا وارد تكون مش راكبة، ولكن لو راكبة يبقى خلاص العيب في المفجر. احنا عندنا كانت راكبة والمشكلة في المفجر. دي قطعة زي ايميليتور او مقاومة، ديت بتضحك على الكنترول بتقول له المفجر سليم او السيفتي باتري تيرمينال سليم، القطعة دي ما يعني خلاص ما فيهاش مشكلة كده، انا مش مركبها على المفجر. بدل ما تغير مفجر باربع خمس تلاف جنيه على جهاز كشف الاعطال، العطل طالع عطل كارنت. لو جينا دخلنا وخرجنا تاني وجينا نقرأ العطل من اول وجديد هنلاقي ان العطل اتحول من كارنت الهيستوري، ده معناه ان المشكلة اتحلت. طيب هنيجي ندور العربية ونشوف، ادي لسه لمبة الارباج منورة كده، لمبة الارباج منورة. نيجي بقى نمسح العطل الهيستوري عن طريق جهاز كشف الاعطال، هنرجع باك ونعمل كلير فولت كود. ركز معايا، لمبة الارباج طفت، كل حاجة بقت 10 على 10. وما تعملش المحاولة ديت في الارباج، لان لو حاجة حصلت واتعرضت لحادث الارباج مش هيفتح معاك.